يشعر وأنه مهدد من الداخل ومن الخارج. وللأسف الشديد العرب في إسرائيل هم في خانة التهديد. هذا شيء سيكولوجي. أنا لا أؤمن بالنظام الديموغرافي وبالخطر الديموغرافي يا أخي. أنا لست في هذا النقاش، فقط أريد أن أشرح لكم وللمستمعين الكرام ماذا يدور في عقول الإسرائيلية. نحن في إسرائيل اليهود بعد المحرقة وبعد كل ما ذقناه في 2000 سنة من النفي ومن المشاكل التي كانت لنا، رجعنا عدنا إلى أرض أجدادنا لنعيش. طيب. ولا لنكون تحت التهديد من القريب ومن البعيد. وللأسف الشديد هناك مواطنين، ما التهديد من مواطنين أنتم تزعمون أو تقولون إنهم جزء لا يتجزأ من هذه الدولة؟ نعم. يعني تتحدث عن 300 أو 400 مواطن عربي، لكن ما ذنب هؤلاء؟ أم أنتم تعدون هؤلاء جزءا من هذا المحيط العربي الذي تتحدثون عنه أو يتحدث عنه البعض ويخشى منه البعض؟ نعم للأسف الشديد هناك في الوسط العربي في إسرائيل هناك من يعني يكن الولاء للعالم العربي أكثر من ولاية للدولة، وهذا ما يدفع ببعض الناس للاعتقاد بأن جميع العرب في إسرائيل هم يعني عملاء للعرب العربي. هذا غير صحيح. ومن يعني من هو ملم بالأوضاع الحقيقية للعرب في إسرائيل؟ هناك في إسرائيل الكثير، أكثرية العرب في إسرائيل يريدون العيش في هذه الدولة، مع أنها دولة يعني يهودية ودولة عنصرية كما يقولون. هم يفضلون العيش في إسرائيل بدلا من جنات الخير التي أرض الآباء والأجداد، بدلا بس لأرض الآباء والأجداد. ولذلك نحن نريد أن نبقى هنا. نحن لم نأتي لا بطائرات ولا بسفن، نحن لم نهاجر إلى هذه البلاد. نحن كنا هنا أصحاب الأرض الأصليين. ولذلك نريد أن نبقى هنا ونعيش هنا ونتطور هنا، ونريد أن نكون أيضا جزء من المجتمع في إسرائيل. أين هي المساواة؟ عندما البعض الاسمهم المصري والحوراني والسوراني والطرابلسي والزركاوي والكردي، هناك أيضا مشكلة في الأسماء، يعني الموضوع كبير. طيب اسمح لي أسألك. تمام يا دكتور، بس خليني أسألك أستاذ أسامة، والوضع كذلك، يعني هل نتوقع أن ثالث أكبر كتلة في البرلمان الإسرائيلي إذا لن تتمكن من لعب الدور الذي يليق بها والدفاع عن حقوق العرب في ظل هذه الأجواء؟ طبعا يعني واضح أن خاصة الحكومة يمينية، هناك الإمكانية الأقرب إلى الواقع هي أن تكون حكومة يمينية متطرفة برئاسة نتنياهو مع الأحزاب المتدينة 67-68. هذه ليس أغلبية كبيرة. من الممكن أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، وهذا ما يريده الرئيس، رئيس الدولة الإسرائيلية. حتى الآن، ولكن يعني أنا يعني أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك احتمالات ضئيلة، ولكن هذا الاحتمال موجود. إذا أصبحت هذه الإمكانية واردة، حكومة وحدة وطنية، فسنكون نحن زعيم المعارضة وسنكون المعارضة الأساسية في هذه الدولة، وهذا يترتب عليه إشكالات دستورية كبيرة. لأول مرة عربي يكون زعيم المعارضة. أما إذا كان هيرتسوغ رئيس المعارضة، فسنعمل معه سوية كما عملنا في الكنيسة السابقة معه، ومع حزب يوجد مستقبل، ومع حزب ميرتس، ونحن كالقوة الثالثة، لكي نشكل تأثيرا على سياسة الحكومة باتجاه عدم تشريع قوانين عنصرية تمس المواطنين العرب، عدم سن قوانين مثل قانون برافر الذي يريد مصادرة 800,000 دنم من أهلنا في النقب، والمحاولة الحصول على حقوق متساوية في الميزانيات في قضايا. يوجد أكثر من 25,000 بيت مهدد في الهدم في الوسط العربي، لأنه لا توجد خرائط هيكلية. نحن نريد أن نؤثر هناك. نريد أن نستغل التناقضات في داخل الائتلاف الحكومي في القضايا الاقتصادية الاجتماعية. مثلا مع حزب شاس من الممكن أن يكون هناك نقاط التقاء في قضايا اجتماعية اقتصادية. نحن نريد أن نبحث عن كافة السبل والوسائل للتأثير من أجل قضايا جماهيرنا العربية. طيب دكتور مرضخاي، خليني بس أسأل. طيب لم أسأل. الكنيسة السابقة كان أعداء الكنيسة العرب يذهبون لليبيا للاعتناق مع القذافي، ويذهبون لسوريا للاعتناق مع حافظ الأسد. حان الوقت بأن العرب في إسرائيل سيأخذون على عاتقهم معالجة سؤالي لم يكن عن هذه النقطة. يعني
هل وأسأل سياسيا ليس قوميا ليس من الناحية القومية ولا العرقية الحكومة يعني الحكومة والائتلاف الحكومي القادم على الأرجح برئاسة نتنياهو عليه الآن أن يصبح أكثر قلقا بينما المعارضة تضم 14 مقعدا للعرب يمكنهم أن يعني يغيروا من شكل المعارضة برأيك ويتحركون في الإطار الذي تحدث عنه الأستاذ أسامة يا أخي لا خشية لا على الحكومة ولا على العرب ولا على أحد هناك لعبة سياسية مرسومة منذ 67 عام وأتمنى للعالم العربي أن يتحلى بهذه المنظومة السياسية الإسرائيلية ونحن لسنا ليس لدينا أي دستور نتحدث عن وضع العرب هنا وتمكينهم من يعني أداء دورهم والحصول على حقوقهم حان الوقت أن يقوموا بدورهم بدلا من الذهاب من لا يعطي الحقوق للمواطنين العرب المعارضة أم الحكومة من لم يشكل من؟ حزب فعال كي يطالب بالحقوق طيب. نحن حزب الآن 14 عضو وأنا أتمنى لكم من صميم القلب أن تبقوا كتلة واحدة ولا تتشرذموا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل السياسة جميعا ولا تفرقوا نقطة الضرورات التي تبيح محظورات هذا ليس زواج الحب هذا الحزب ليس زواج الحب هذا زواج المنفعة أو زواج الصالونات طيب تمام طب استاذ اسامه بس اسمح لي بس عشان نخرج من دايره التراشق يا جماعه استاذ اسامه مجتاز نسبه الحسم لكنا ذهبنا في طيب. قائمه سيدي. منفصله سيدي نعم. من فضلكم عشان الحوار يدور في اطاره المرسوم في المشاركات التي وصلتنا استاذ اسامه من العالم العربي بشان الانجاز الذي حققه العرب في اسرائيل وامكانيه التعويل عليه في القضيه التي تهم العالم العربي بشكل كبير القضيه الفلسطينيه بدا كثيرون متشائمين هل هم محقين في هذا التشاؤم أم أن العرب في إسرائيل قد يستطيعون فعل شيء لدفع القضية الفلسطينية أو محادثات السلام نحن مع أبناء شعبنا ومع القضية الفلسطينية وهناك من يعيرنا أننا نعتني بالقضية الفلسطينية ونتحدث عن القضية الفلسطينية ونحن نقول نحن لا نعتذر لأن هؤلاء أبناء شعبنا ونحن من حقهم علينا ومن واجبنا أن نقوم بالدفاع عن قضية أبناء شعبنا في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ليس فقط لأنها هذا يعنينا كشعب ولكن لأن هذا أيضا يوفر الميزانيات أكثر من 60% من ميزانية دولة إسرائيل تذهب إلى وزارة الحرب وعندما يكون السلام وينهي الاحتلال وقضية المستوطنات فبالإمكان بدل ما أن تصرف هذه المليارديرات على المستوطنات وعلى الاحتلال أن تصرف على ميزانيات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي لصالح جميع المواطنين في الدولة وليس فقط المواطن العربي طيب. نحن متشائمون إزاء هذه الحكومة ولكن أنا أقول لك إذا استمر بنيامين نتنياهو بهذه السياسة فلن يكون أي جديد وسوف تكون انتخابات قريبة جدا لأنه عمليا طبعا. لن يكون أي انفراج طبعا. في القضية الفلسطينية ولا في قضية العلاقات مع الخارج لماذا يعيب البعض هنا في إسرائيل على القطاع العربي حين يسعى لدفع محادثات السلام رغم أن العرب هنا هم فلسطينيون بالأساس ومن جانب آخر السلام سيعم بالفائدة على إسرائيل ويوفر كما قال الأستاذ أسامة ميزانيات هائلة يمكن أن تستخدم للتنمية أولا مع احترام الشديد للبي بي سي العربية هي ليست المنبر لخلق وزارات جديدة ليس هناك وزارة حرب في إسرائيل هناك وزارة الدفاع طيب. وإذا كنتم تريدون تشييد وزارات جديدة فمحدش خلق ولا شيئة وزارات ربما يعني لم يقل أحد وزارة حرب ليس هناك وزارة حرب وأعتقد أن هو يتحدث عن ميزانيات على فكرة مردقائي علينا أن نتحلى بال هذا ليس موضوعنا ولم يستخدم أحد هذا التعبير طيب. لا نتحلى بالفضل بس الشيء الثاني هو الدولة الفلسطينية التي ينادي البعض بإقامتها هنا في الضفة الغربية على تلال الضفة الغربية هل هناك واحد في العالم يمكن له أن يضمن لإسرائيل بأن لا تتحول هذه الدولة إلى حمستان إضافية بعدما ذقناه من قطاع غزة بعدما ذقناه من جنوب لبنان بعدما ذقناه من شبه جزيرة سيناء بعد أن يعني انسحبنا منها كل منطقة انسحبنا منها تحولت إلى جهادستان بس انتوا حتى تحرمون عليهم التأييد ولو عن طريق النية حتى يعني أن يؤيدوا أبناء الحل الوحيد الذي يمكن تطبيقه على أرض الواقع هو إقامة سبع
امارات فلسطينيه في مدن امارات في طيب. مدن يا طيب بس اسمع يا اخي انا جديه هلا امارات نتنياهو ليعلن نتنياهو هذا الموقف ليعلن اليمين الاسرائيلي هذا الموقف على العالم خليني اتكلم حتى يسمع العالم العربي ماذا يريدون اماره في الخليل لعشائر الجابري وكواسمه والنكشي وابو سنينه اماره اخرى في أريحة طيب سيدي بس الحين لحظة نتخطف عن الحدث عن إطلاق خطة جديد للسلام ولا خطة سلام أنا أسألك عن إمارة أخرى في سيدي. في رام الله أنا أسألك عن اتهامات الخيانة والعمالة دكتور مرزخاي أنت إسرائيل عليها أن تحتفظ يا دكتور لا أتحدث عن هذا ولا أسأل عن هذا دكتور إلى حمستان دكتور أنت تتحدث فقط لنفسك ومع نفسك أنا لم أسأل عن هذا أنا أسأل عن اتهامات العمالة والخيانة التي توجه للوسط العربي في إسرائيل حين يساند من أبناء شعبه حين يساند الشعب الفلسطيني رغم أن حتى هذه المساندة التي تصب في اتجاه السلام هي في صالح إسرائيل أيضا السلام الوحيد هو خلق الإمارات السبع في مدن الضفة الغربية طيب. ليس هناك حل طيب. آخر في الشرق الأوسط وعند طيب. عالم ذلك طيب. أكثر من خليني أسأل من ناحية أخرى الدولة الفلسطينية تتحول إلى ما تحولت طيب. إلى سوريا طيب. والعراق دكتور وليبيا أسامة. تمام دكتور أسامة كيف يحل العرب هنا في إسرائيل هذه المعضلة بين كونهم مواطنون في هذه الدولة لابد أن يدفعوا حقوق مواطنيهم بالأساس وهم جزء من هذا المجتمع وبين الالتزام الأخلاقي والقومي باتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته في هوية كل فلسطيني منا هنا في الداخل مركبان المركب الأول هو الانتماء القومي لهذا الشعب العظيم الشعب الفلسطيني وأيضا هناك مركب مدني أننا مواطنين في هذه الدولة ونريد أن نناضل من أجل الحقوق القومية واليومية لنا كأقلية قومية فلسطينية في ظل هذه الاتهامات وفي ظل الحكومة اليمينية نحن لا تعنينا مثل هذه الاتهامات لأننا نعرف أننا أصحاب حق ولا تعنينا مثل هذه الاقتراحات لأن هذه الاقتراحات أصلا يعني لا أدري كيف يقترحوا هنا أمام العالم العربي ولكن هذا يفصح عن حقيقة الحلول التي يطرحونها وعندما يقول لي كيف وعندما يقول نتنياهو أنني أؤيد دولتين هذا هو الحل الصحيح يريدين إمارات حكم ذاتي كانتونا هذا لن يقبل به شعبنا الفلسطيني شعبنا الفلسطيني يريد دولة في حدود عام 67 وعاصمتها القدس العربية نحن في القائمة المشتركة في البرلمان نسعى من أجل الموضوعين والقضيتين معا من جهة نحن نناضل في الكنيست ودعمنا مثلا اتفاقيات السلام عام 94 تمت بموافقة 5 أعضاء من الكتل العربية واقتراح القانون مر في الكنيست بتصويت أعضانا اتفاقيات تفكيك المستوطنات والانسحاب من غزة أيضا كان بدعم الأحزاب العربية نحن في الكنيست عندما يأتي أي مشروع لدعم عملية السلام نحن طيب. نكون هناك ونؤيد طيب. بالإضافة نحن طيب. نعمل على المستوى المدني وتحصيل طيب. الحقوق وحل طيب. القضايا اليومية طيب. والحياتية دكتور مدخاي باختصار إذا كان هذا هو سلوك الوسط العربي أو القائمة العربية المشتركة في الكنيست وفي الساحة السياسية الإسرائيلية هل لابد من اتهامهم بالخيانة والعمالة أولا سمعت اسم القدس كعاصمة الدولة الفلسطينية متى كانت القدس عاصمة لأي شيء سيدي. يتعلق بالعالم العربي أو الإسلامي طيب. أنت لم لا ولا ليوم واحد في التاريخ طيب. الإسلامي أو هل تجب على سؤالي فهذا المطالبة بالقدس ليس لها أي أساس من الصحة وفي التاريخ هذا طيب. عار من طيب. أي أساس هل يجب إذا تصرف العرب في إسرائيل كما تحدث الأستاذ أسامة أن يتهموا بالعمالة والخيانة لا هم لماذا نسمع كل هذه الاتهامات ويطلب بعض من أعضاء الكنيسة العرب بالذهاب إلى السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة كما نسمع من السياسة الإسرائيلية يطلبونهم بعض الناس في إسرائيل وأنا أعترف بذلك هم ليسوا ملمين بأحوال العرب عامة والعرب في إسرائيل بصورة خاصة لأنهم يعيشون متكوكعين في يعني في بيتهم وفي مجتمعهم تمام علينا وأنا أعيب إخوان اليهود أنهم لا يتعلمون العربية طيب. ولا يقرؤون لا الصحافة العربية ولا طيب. يستمعون طيب. للبي بي سي العربية عموما ولا يعلمون لابد أن نتوقف هنا في بي بي سي
الأصيلة العربية. وفي نقطة حوار عند هذه النقطة أشكركما أستاذ أسامة سعيدي من القائمة العربية المشتركة. أنا نائب جدية رقم 12 في القائمة المشتركة. تمام، مبروك على دخولك الكنيست، وأشكر أيضا الدكتور مرتخاي كدار المحلل السياسي الإسرائيلي على هذه المشاركة. شكرا لك. هذه الحلقة مشاهدية ومستمعية في كل مكان، لكم جزيل الشكر مني أنا محمد سيف النصر من هنا من القدس، وإلى اللقاء في حلقات أخرى من نقطة حوار.